قال رحمه الله: أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا أحمد بن بكر بن سيد قال حدثني محمد بن حسين قال: كان عربي بالكوفة، وكان له صديق، وكان يظهر له مودة ونصيحة، فاتخذه الأعرابي من عدده للشدائد. إذ حزب الأعرابي أمر فأتاه فوجده بعيدا مما كان يظهر للأعرابي، فأنشأ يقول: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا، أو كيف أنت وحالك، ولم يكن إلا تاشرا أو محدثا، فأف لود ليس إلا كذلك، لسانك مأسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا قاتلتها شمالك. هذه الأبيات ذكرها منسوبة لهذا الأعرابي في هذه القصة، تقدمت بقريب منها أو نحوها في صفحة 80، منسوبة لصالح بن عبد القدوس، وفي هذا السياق يذم الأعرابي في هذه الأبيات من كانت أخوته قاصرة على مجرد الترحيب والابتسامة عند اللقاء، وأما صدق الأخوة في المواقف والشدائد فإنها لا تكون فيه، فإن هذا ليس من الأصدقاء والأخوان الذين تسد بهم اليد. ففي هذه الأبيات يذم من كانت هذه حاله، وتقدم معنا نظير لها. نعم. قال رحمه الله: سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول: قال محمد بن حازم: وإن من الإخوان إخوان كشرة، وإخوان حياك الإله ومرحبا، وإخوان كيف الحال والأهل كله، وذلك لا يسوى نقيرا متربا، جواد إذا استغنيت عنه بماله يقول إلى القرض والقرض فاطلبا، فإن أنت حاولت الذي خلف ظهره وجدت الثريا منه في البعد أقرب. أي أن بعض الإخوان أخوة قاصر على مجرد الترحيب والسؤال، مثل ما عبر الناظم يكسر، يعني وإنما الإخوان إخوان كسرة أي ابتسامة، وإخوان حياك الإله ومرحبا، وإخوان كيف الحال والأهل كله، يعني قاصر على هذا المعنى. هذه أشياء جيدة السؤال، لكن هو يذم أن يذم من كان كذلك إذا كانت هذه مجرد أخوته، إذا كانت هذه هي أخوته ليس إلا. وعندما يكون لأخيه عنده حاجة تنقلب الأمور، وإن حاولت الذي خلف ظهره وجدت الثريا منه في البعد أقرب، أقرب من الذي وراء ظهره. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل لا يصادق المتلون، ولا يؤاخي المتقلب، ولا يظهر من الوداد إلا مثل ما يضمر، ولا يضمر فوق ما يظهر، ولا يكون في النوائب عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول فيها، لأنه لا يحمد من الإخاء ما كان، لأنه لا يحمد من الإخاء ما لم يكن كذلك. وأنشدني محمد بن المنذر قال: أنشدني محمد بن خلف التيمي قال: أنشدني رجل من خزاعة: وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني في النوائب، ومن ماله مالي إذا كنت معدما، ومالي له إن عض دهر بغارب، فلا تحمدن عند الرخاء مؤاخيا، فلا تحمدن عند الرخاء مؤاخيا، فقد تنكر الإخوان عند المصائب، وما هو إلا كيف أنت ومرحبا، وبالبيض رواغ كروغ الثعالب. بالبيض أي الدراهم والنقود،
عند الاحتياج إليه رواغ كروغ الثعالب، أما في ما سوى ذلك يلقى بالوداد والسؤال والترحيب ونحو ذلك. وإذا لحقت أخاه شدة فإنه يتنكر له ولا يقف معه. نعم.